السلام عليكم. بنبتدي الحلقة بالفقرة الطيبة في يوم طيب من أيام الشهر الطيب الكريم، شهر رمضان المبارك. وبيشرفني في الفقرة دي أن يكون معانا الداعية حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني وأنستني. أهلا بحضرتك. الشرف لنا يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين. حضراتكم عودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد، تاج الجمال وبهجة الجلال وبهاء الجمال، شمس الوصال، عبق الوجود وحياة كل موجود، حبيب الله الأكرم وخليل الله المكرم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله صلى الله عليه وسلم. مولانا، خلاص شهر يعني الكريم سبحان الله، وزي كل سنة نقول يا ده احنا لسه بادئين الشهر، سبحان الله جري بسرعة. هو فعلا جري بسرعة، وأيام قليلة وينتهي هذا الشهر الفضيل الكريم. تعتبر يعني ساعات والله، مش أيام يا أستاذ، تعتبر ساعات. يعني هفترض أن في حد من إخواتنا اللي بيتفرجوا علينا ما قدرش يغتنم فضل هذا الشهر الكريم، هل في هذه الأيام الأخيرة يقدر يعني يعوض ويلحق حاجة من النفحات الطيبة؟ هو أحلى حاجة في أي حاجة أخرها. أحلى حاجة في أي حاجة أخرها. ولذلك عشان خاطر التقصير اللي بيطرأ على الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يجعل آخر هذا الشهر أفضل من أوله، ويخلي فيه ليلة كده مستخبية أفضل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال خير من ألف شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام من أول ما الشهر بيدخل، لما كان بيكلم الناس عن شهر رمضان، أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، ويبدأ يقول لهم فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. يبقى الحرمان الحقيقي مش أن أنت تحرم طول الشهر، ده الحرمان الحقيقي أن أنت تحرم ليلة واحدة في وسط الشهر ده كله، وهي في الجزء الأخير. الأواخر بتبقى وما فيش حد فينا يضمن يا أستاذة أن هو يجي عليه رمضان ده تاني. بل والله اللي عايشين ما يضمنوش أنهم يكملوا أصلا رمضان. فالعاقل بقى هو اللي يأخذ يعني من هذه الفرصة وهذه النفحة. بالمناسبة كان في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له. الإنسان يتعرض إزاي لنفحات ربنا ورحمات ربنا سبحانه وتعالى؟ إنه هو يكون في وسط الناس. أنا كنت بدي مثال النهاردة في درس كده، فبقول أنا لو أنا ماشي في طريق وضليت أو تهت، الأصل إن أنا أدخل أستخبى في وسط البيوت وفي وسط المساكن أو بعيد عن الطريق الرئيسي؟ لا، ولا ان انا اكون في موجود على الطريق الرئيسي؟ على الطريق الرئيسي في العمار. ليه بقى؟ عشان خاطر ممكن الاقي حد اساله، ممكن الاقي حد ياخدني في طريقه، واحد معاه عربيه يركبني يوصلني، واحد يبقى عارف الطريق يوصفه لي وصفه كويسه. المهم لما اكون في وسط العمار وفي وسط الناس، الف مين يدلني. لكن لما ابعد هيجي منين؟ هتوه اكتر، هعرف مين؟ فالعاقل بقى هو اللي يدرك ده. احنا في هذه الايام يعني كن مع السالكين وكن مع اهل الله سبحانه وتعالى، روح اقعد في المسجد شويه، افتح المصحف، يعني ابدا استرجع كده انت كم التقصير في حق نفسك، والايام دي بتخلص منك. مهم جدا ندرك الكلام ده يا استاذ، لان والله العمر اصلا مش مستاهل. حضرتك قلت على فضل ليله القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني قال انها هتبقى في ليله من الليالي الفرديه في العشر الايام اللي احنا فيها دي. طب ما هو حد دلوقتي ممكن ييأس ويعني ويبقى عنده كده قنوط ويقول لك طب انا ما عملتش ده، انا غيري بيقعد ما بيسيبش طول النهار المصحف من ايده، وبيصلي فروض وبيصلي نوافل وبيصلي تراويح وبيتهجد وكل، وانا ما عملت، هل انا يا عم خلاص بقى ضاعت عليا. سأل واحد من الصالحين وقالوا له ايه يا امام، اخبرنا كيف تصنع في ليله القدر. قال اي ليله قدر؟ قالوا هذه الليله التي ينزل الله عز وجل فيها. قال الله ينزل في كل ليله. قالوا هذه الليله التي يقول الله عز وجل فيها هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ قال يفعل هذا كل ليلة. قالوا يا إمام الليلة التي يعتق فيها الرقاب من النار؟ قال لله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار. قالوا يا إمام الليلة التي قال فيها خير من ألف شهر؟ قال تقصد الليلة التي عظمها الله، كل ليالي الله معظمة ما حضر قلبك فيها. زي ما في كده ليالي معظمة وشهور مفضلة عند الله، في كمان بشر ربنا كده بيختصهم بالنفحات بقى، دول النفحات بتجيلهم لحد عندهم بقى النفحات دول من الشيوخ دي، ولا نزكيهم على الله، يعني استاذنا ودكتورنا الفاضل الجليل دكتور احمد عمر هاشم. هيكون معانا في تقرير دلوقتي، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم.
الستر في الإسلام قيمة عليا من قيم هذا الدين الحنيف، لدرجة أن رب العزة سبحانه وتعالى تولى بنفسه مكافأة من يقوم بستر أخيه، والجزاء من جنس العمل، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الجزاء لمن أدى هذه القيمة، ستر أخاه المسلم، احتاج إلى ملبس فألبسه، ومن ألبس أخاه وستره ستره الله بخضر الجنة. تستر أسرة، تستر فقيرا، تستر مريضا فتساعده في علاجه. كل أنواع الستر المادي والمعنوي ينضوي كل ذلك تحت قول الحق في الحديث القدسي: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كانت التفاتة أهل المال إلى الفتيات اليتيمات التي يحتاجن إلى الصرف عليهن، إلى إعاشتهن، إلى تزويجهن، يكون في ذلك ثواب ما بعده من ثواب. لدرجة أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه وصى بهذا القطاع، لأنها جمعت بين اليتم وبين الأنوثة والحاجة إلى الزواج والحاجة إلى نفقات المعيشة الزوجية. فنراه عليه الصلاة والسلام عندما أخبرته السيدة عائشة بزواج فتاة يتيمة من الأنصار، انظروا ماذا قال لها: حتى في أبسط الأمور يقول: هل بعثتم معها من يغني لها؟ فإن الأنصار تحب الغناء. فالسيدة عائشة استغربت: الرسول هيقر الغناء؟ قالت: كيف يا رسول الله؟ بيّن لها أنه ليس الغناء الخارج بل المعتدل. الشاهد أنه من حبه وعطفه ورحمته وحنانه على أمته وعلى المحتاجين والمحتاجات من الفتيات بصفة خاصة لا ينساهن، بل يؤكد بنفسه على هذه الوصية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. دي هدية اليوم النهاردة، يعني كلام مولانا الدكتور أحمد عمر هاشم ده والله هدية، وما فيش بعد كلامه كلام. ايوه، ما انا مش لاقي كلام صراحه اقوله بعد كلام. بس هو استاذك انت قلت لي ان استاذك وما زال بيدرس ليك في الدراسات العليا. هو تاج، يعني تاج على راس كل ازهري. لا تاج على راس كلنا بقى، تاج على راس كل ازهري، يعني ده بتاعنا كلنا مش بتاع الازهر بس. يشرف كل طالب ازهري ان هو درس تحت ايده، يعني انا اما اقول كده ان هو استاذي ودرس لي، ده فخر ليا انا يعني. غير الفخر ان هو اصلا استاذنا جميعا يعني طبعا، لكن فخر ان انا يعني ان انا تتلمذت على ايده بشكل مباشر، يعني ده فضل يعني يا بختك يزيد يعني. يا بخت، ربنا يبارك فيك يا رب. شوفي بقى يا استاذه، احنا مش هنزيد على كلام فضيله الدكتور لان ما فيش اصلا كلام يتقال تاني، لانه استشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مساله جبر الخاطر. حتى في ابسط الامور الشكليه المظهريه مش الاساسيه، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول: هلا بعثتم معها من يضرب لها، يعني يشهر له ويفرحها ويدخل عليها السرور بالغناء اللي هو بيكون ما بين النساء ده. فتخيلي لك لما النبي عليه الصلاه والسلام يبقى حريص على جبر الخاطر في الجزئيه دي اللي هي اصلا مش سبب في اقامه الحياه الزوجيه، تخيل اللي بيجبر بخاطرهم بقى في ان هو يكون سبب في تجهيز الحياه الزوجيه كلها. واظن كل اللي بيتفرجوا علينا حضرتك اكيد ساق لهم، يعني متجوزين او حتى اولادنا اللي لسه بيجهزوا نفسهم، عارفين طبعا عارفين تكلفه الزواج قد ايه. صح، وبالذات لما تكون بنوته مثلا ظروف والدها مش قادر يتكفل بيها، او تكون حتى والدها مش موجود وملهاش حد، انك تدخل الفرحه عليها بثمن بوتاجاز، ثمن ثلاجه، ثمن طقم حلل، كمان طقم اللبس، هي حتى يعني اي وسيله من وسائل اسعادها. طيب انا دلوقتي عايزه الحق ختام الشهر الكريم، وكمان الافراح بتزيد
من بعد العيد بقى، انت طالع لحد العيد الكبير يعني فتره الصيف دي بتبقى اعياد وكل يعني اعياد وافراح، اعياد وافراح، اعياد وافراح، وكل العرايس بتحب تتجوز في الاعياد وفي الافراح وفي الصيف بالذات. اقدر لو معايا كام يعني امشي في طريق الاستقامه كده واخد من رضا ورحمه ربنا، لان الحديث اللي مولانا ذكره من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، يعني ربنا هو اللي متوكل بستري سبحانه وتعالى. لو ساعدت او ساهمت في ستر ليا. صح. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا اصلا بنحقق سنه لما النبي عليه الصلاه والسلام يامر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. طب الباءه اللي هي مؤونه الزواج. طب انت اصلا بتكون رساله ربنا للشاب دوت او للشابه ديت ان انت تساعدهم في اقامه هذا الامر يعني. ده النقطه. النقطه الثانيه بقى هديه بقى كده نلحق نقولها بين قوسين، ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى مستهدف تجهيز 60 عروسه بعد العيد مباشره. 60 عروسه. 60 عروسه المفروض ان هم في خلال الكام يوم دول بنجهزهم عشان هيدخلوا بعد العيد على طول. طيب ان شاء الله باذن الله. طيب احنا بعد اذنك هنشوف تقرير وبنقول تاني اهو في 60 عروسه بنجهزهم دلوقتي. جهاز عروسه هنبتدي من دلوقتي ارجوكم، ولما نشتري كده الاجهزه مع بعضها ان شاء الله المكان اللي هنشتري منه هيعمل لنا اكيد خصم كويس. ايوه طبعا. فيلا نجمع بسرعه بسرعه عشان نفتح 60 بيت ونستر 60 وليه ونعف في 60 شاب. نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم. النهارده من قلب محافظة الغربية بتقوم مؤسسة نبض الحياة بتدشين حملة سترة. أيوة حملة سترة من مؤسسة نبض الحياة. خمسين دعوة من أهالينا الطيبين، من أهالينا اللي احنا بنحبهم، اللي احنا دايما بنروح لهم لحد عندهم علشان نشوف السعادة في وجوههم، والله علشان نشوف الهم والحزن رحل وولى والفرح جه بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة جايين في حملة سترة ومؤسسة نبض الحياة علشان هدف واحد بس، نفرح 50 أسرة، 50 بيت يخشهم السعادة والسرور والسكينة، نأسس كمان 50 بيت. سمينا الحملة ديت حملة سترة عشان ربنا سبحانه وتعالى أكرمكم وأكرمنا إن احنا كنا سبب في إن احنا نجمع شمل أسرتين ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الزواج بيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما بيقولش إن الزواج مجرد علاقة عابرة، بيقول آية. ودايما كلمة آية لما بناخدها عن الشمس وعن القمر وعن السماء وعن الجبال والأنهار، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن علاقة بين اتنين بيقول آية، لأنها فعلا آية. آية لما يكون فيها انسجام، آية لما يكون فيها سكنة. ودايما الخطوات الأولى بتكون بتنبئ عن الخطوات اللي جاية بعد كده والحياة اللي جاية بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم عبد العزيز محمد رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة. النهارده احنا في محافظة الغربية وزي ما انتم شايفين في حملة سترة، وزي ما متعودين دايما من مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية على المبادرات الجميلة اللي بتكون سبب في إسعاد كافة الأسر. النهارده بدأنا في حملة سترة من محافظة الغربية، بنساهم في تجهيز 50 عروسة وبنتكفل بكامل تجهيزهم، وطبعا برعاية السيد المحافظ محافظ الغربية بنقدم له كامل الشكر للدعم والمجهود الباين الكبير جدا، وان شاء الله على امل ان يكون في استمراريه طويله وكبيره للمجهودات الخيريه لنا في كافه المحافظات على نفس النهج. حمله سترة مقدمه من مؤسسه نبض الحياه للتنميه المجتمعيه، زي ما متعودين دايما من مؤسسه نبض الحياه في الحملات الخيريه الكبيره الواسعه اللي بتساعد الناس في كل انحاء الجمهوريه. ودايما الشكر مهما قدمناه لحضراتكم مش هيكون كما يجب ان يكون، لان حضراتكم دايما الداعم الاساسي والرئيسي لمؤسسه نبض الحياه، وبيكم ان شاء الله مستمرين، وبيكم هتزدهر اعمالنا، وبيكم ان شاء الله كل الاسر المحتاجه على مستوى جمهوريه مصر العربيه هتكون قد التحدي وقد المسؤوليه بحضراتكم في مؤسسه نبض الحياه. شكرا لكم. طيب هنكمل كلامنا تاني عن سترة
الولاية، وأنا أسفة أنا بقول ولاية يعني لأن كلنا ولاية يعني، والولاية دي كلمة يعني كلمة طيبة يعني. فزي ما الواحد كده بيدعي يا رب يستر ولاياك، ربنا يكرمك ويساعدك إنك تستر الولاية اللي ما عندهمش حد يعني يساعدهم في الستر. ومولانا دلوقتي بيقول المشاهد اللي احنا كنا بنشوفها دي دلوقتي ديت من الحفله اللي كنا بنجوز فيها او بنجمع فيها شمل 50 عروسه، 50 عروسه ما شاء الله. ف يعني لما نقعد مع الناس كده وبنتكلم معاهم، هو طبعا انا بحيي كمان نبض الحياه في في فعل عظيم وفعل انساني وفعل يعني يدل على نبل الاخلاق، ان انتم ما صورتوش العرايس الستات البنات اللي يعني ساعدتوهم. لا استاذ احنا اولا مش احنا اللي ساعدنا، احنا بس واسطه خير بين بين يعني اصحاب الخير واصحاب المال هم اللي تبرعوا، واحنا بس يعني وفقنا الموضوع مش اكتر من كده. عايز اقول لحضرتك احنا لما بنقعد معاهم كده وتشوفي بكاء الاباء والامهات حقيقي يعني تحس ان الاب ده من نظره عينيه كده ان هو كان فاقد الامل ان هو يقدر يجهز بنته، كان فاقد الامل في ده. والام اللي هي يعني من غير زوج وعندها كوم لحم زي ما بتقول كده، كوم لحم وعندها كام 3 أو 4 بنات ومش عارفه تعمل ايه، مقعده بناتها جنبها بتقول انا خلاص يعني رضيت من ربنا ان انا بناتي قاعدين جنبي كده لحد ما ربنا بعتكم نجده ليا. انت متخيله اللي زي دول يا استاذه في كام الف او كام مليون حد بالشكل دوت موجودين مستخبيين. ده دورنا بقى، دور مؤسسات المجتمع المدني انها تطلع ده وتظهره وتقول له وتقول للمشاهدين وتقول اللي بيشوفونا اللي قاعد في بيته وما بيقدرش يتخطى الصعاب ديت ويلف في القرى وفي النجوع وفي العزب وفي المحافظات، انتوا بتتولوا بيها عنهم يعني، احنا بنتولى ده انتوا تروحوا الاماكن لهم. دي وعلى فكره يعني احنا ان شاء الله باذن الله تعالى من شهر من عيد الفطر لحد عيد الاضحى ان شاء الله مستهدف نعمل نجهز 60 لا ده ال 60 دول في خلال الايام دي لكن اكتر من كده 300 ان شاء الله باذن الله تعالى. ده الامل وده الورق اللي بتاعهم موجود عندنا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا جدا وبشكر نبض الحياه وبشكر كل المحسنين المتقين اللي بيمشوا في طريق الاستقامه وطالبين رضا ربنا. بشكرك يا فندم، الف شكر. الشكر موصول لحضرتك والاستاذه المشاهدين ان شاء الله. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.